السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة بإذن الله. من النعم التي أنعم الله بها تعالى على الإنسان هي نعمة حاسة السمع، فهي حاسة ضرورية جدا ومهمة للإنسان، وهي وسيلة للتواصل والتفاهم بين المتخاطبين، فهي أيضا وسيلة للتعلم، حتى لأنها تم ذكرها في القرآن الكريم أكثر من مرة لأهميتها. مع موضوع حلقتنا النهاردة عن ضعف السمع وزراعة القوقعة، هنتكلم باستفاضة عن مراحل تطور السمع عند الأطفال، وعن كيفية التشخيص، وعن طرق الوقاية والعلاج، ويعني إيه زراعة القوقعة، وهل هي زيها زي الوسائل الأخرى بالنسبة يعني زي السماعات الأخرى. هنعرف كل التفاصيل دي من الدكتور طارق الدسوقي، استشاري أمراض الاتزان والسمع بكلية الطب جامعة بني سويف. برحب بك دكتور معانا النهارده في حلقتنا، منورنا ومشرفنا النهارده. اهلا وسهلا استاذ علي، انا محضره اسئله كتير جدا لحضرتك، يا لا رب ان تحت شاء الله امر، الحلقه تكون اتفضلي. تقضي باذن الله. بدايه يا دكتور، قبل ما اتكلم عن موضوع ضعف السمع وزراعه القوقعه، عايزين نعرف من حضرتك الاذن اصلا بتكون من ايه، وهل هي لها وظيفه اخرى غير وظيفه السمع؟ تمام، ده سؤال كويس قوي نبتدي بيه. فعلا هي الاذن ربنا خلقها من كذا جزء، اذن خارجيه اللي هي ظاهره قدامنا اللي احنا بنشوفها، اللي هي بتتكون من صوان الاذن والقناه السمعيه الخارجيه، واذن وسطى واذن داخليه. الاذن الخارجيه دي مع الاذن الوسطى مهمتها تجميع الاصوات اللي حوالينا وتوصيلها تمام. لطبله الاذن وتركيزها خلال العظيمات الثلاثه اللي موجودين داخل الاذن الوسطى، اللي هم اصغر عظيمات في جسم البني ادم، وبعد كده دول بيكبروا الصوت ويوصلوه للاذن الداخليه. الاذن الداخليه عباره عن قوقعه نعم ربانيه الصنع، دي اللي ربنا خلقنا بيها، جواها سائل، جوه هذا السائل المستقبلات السمعيه او الخلايا العصبيه المسؤوله عن استقبال هذه الذبذبات وتحويلها الى اشارات كهربائيه يقوم العصب السمعي بتوصيلها للمخ عشان يترجم هذه الاشارات في صوره اصوات وحاجات اللي احنا بنقدر نتفاهم بيها. نعم. طب يا دكتور، في مادة شمعية بتبقى في الأذن، وفي ناس كتير قوي يعني بيتعاملوا معاها بطريقة خطيرة، بيستخدموا أعواد استقاب والحاجات زي كده، بينضفوها معتقدين إن هما كده عادي، إن هو مش مضر وكده بينضفوها عادي. ربنا هل لها سبحانه ضرر؟ وتعالى لم يخلق شيء عبثا ولا نعم. ضرر للإنسان. المادة الشمعية اللي موجودة في الأذن الخارجية أو بالتحديد في القناة السمعية الخارجية دي ربنا خلقها وقاية لينا. نعم. المادة دي بتحمي الأذن من الأتربة، من الحشرات، من الفطريات، وبتتكون بصورة طبيعية وبتفرز إلى الخارج بصورة طبيعية من غير أي تدخل تمام. مننا. اساسا عمليه فرزها الى الخارج بتتم عن طريق حركه الفك، وانا بتكلم وانا باكل يبدا الشم ده يتحرك لورا واحده واحده لغايه ما يطلع بره وانا اقوم بتنظيفه بعد كده. اللي بيحصل ده احنا بنشوفه فعلا كتير من ناس كده بتتصرف تصرفات خاطئه، نعم ان هم بيحاولوا ينظفوا ودانهم وبيعتقدوا ان هو ده بيشيلوا حاجه، يعني حاجه مش نظيفه او حاجه مضره، وهي بالعكس هي نظيفه، يعني هي مفيده جدا. ولكن هو الاكشولي في الواقع اللي هو بيعمله ان هو بيزقها اكتر الى الداخل، وده يؤدي الى مشاكل، واستخدام ادوات حاده زي الثقاب والمفاتيح وخلافه ممكن تعمل جروح او ممكن تعمل ثقب في الطبله بتاعه الاذن. طب دي محتاجة دكتور ممكن ينظفها، ولا يعني لو ممكن فيها مشكله، محتاجة تدخل دكتور؟ لو حصل ان الشمع ده زاد عن حده لاي سبب إن كان، نعم. او ووصل ان هو لدرجه ان هو قفل القناه السمعيه تماما، لازم الدكتور هو اللي يتعامل مع هذا الموضوع. تمام. طب عايزين دكتور نعرف ايه هي مراحل تطور السمع عند الأطفال، بص حضرتك، بداية من مرحلة حاسة الجنين؟ السمع، الأذن دي أول تكوين ليها بيبقى في الأسبوع الثالث من الحمل، نعم. بيبدأ تتكون في النطفة الأذن الداخلية، تبدأ تتكون الأذن تكتمل وتبقى جاهزة للعمل خلال 3 أشهر، بعد 3 أشهر من الحمل وهو الجنين في نعم. بطن أمه، فبذلك الجنين في بطن أمه بيسمع. نعم. مجرد ما اتكونت الأذن وابتدت تشتغل، سبحان الله ما بتقفلش وما بتفصلش الودن ديت الا بعد كده بالوفاه. يعني انت دلوقتي ممكن تغمضي عينيكي وانت بصالي ما تشوفينيش، بس مش مستحيل تسدي ودانك. الودن ما يقدر الانسان لا يملك ان هو يقفلها، ودي تمام. كانت الحكمه برضه سبحانه وتعالى عملها لنا. تمام. طب ايه هي اسباب ضعف السمع عند الاطفال وعند الكبار؟ اسباب متعدده، يعني الاول نتكلم على انواع ضعف السمع. يعني نعم. انواع ضعف السمع له انواع متعدده، في انواع زي ما قلنا، زي نعم. احنا ما شرحنا، في اذن خارجيه وفي اذن وسطى وفي اذن داخليه. الاذن الخارجيه والوسطى مهمتها توصيل الصوت، نعم. والاذن الداخليه مهمتها الاحساس بالصوت. نعم. فلو حصل مشكله في الاذن الخارجيه او الاذن الوسطى ممكن يحصل ضعف سمع توصيلي، لو حصل نعم. مشكله في الاذن الداخليه يبقى ده ضعف سمع حسي
او حسي عصبي حسب المشكله فين بالظبط. حصل مشكله في الاثنين مع بعض داخليه وخارجيه ووسطى يبقى ضعف سمع مختلط. هو دي الانواع المتعارف عليها من ضعف السمع. اسبابها ايه؟ نقطه مهمه جدا. بص حاجه الاول نتكلم على نسب انتشارها في في مصر عندنا. النسب العالميه ان كل المواليد بيبقى فيه نسبه ضعف في سمع. النسب العالميه بتقول من 1 لـ4 في الـ1000، من 1 لـ4 في الـ1000. في دراسات هنا عملناها هنا في مصر وكنت انا مشارك فيها لقينا النسب دي من 16 لـ27 في الـ1000، اللي هي اضعاف النسب العالميه. نعم. وده ينعكس طبعا على حاجات كتير قوي وله اسباب وجدناها، من اهم اسبابها عندنا الاسباب الجينيه. الاختبارات ما عندناش اختبارات مفعله بصوره جيده ما قبل الزواج، علاوه طبعا على زواج الاقارب عندنا نسبه عاليه جدا. زواج الاقارب له علاقه بضعف طبعا السمع؟ طبعا يعني المشاكل الجينيه بتبقى نسبتها احدث حدوثها اعلى بكتير في زواج الاقارب، فلازم يخضعوا لفحوصات ما قبل الزواج، وللاسف دي ما بتحصلش عندنا بصوره مفعله في مصر. تاني سبب الاستخدام العشوائي لبعض الادويه. احنا بنستخدم الادويه خصوصا المضادات الحيويه وتستخدم بصوره عشوائيه مش تحت اشراف طبي، فده طبعا ده يؤدي الى مشاكل في ضعف السمع، ممكن يؤثر على عصب السمع. تالت حاجه ممكن يبقى عندنا مثلا الامراض اللي ممكن تصيب الام اثناء الحمل، زي الحصبه الالمانيه وزي الفيروس اللي يؤدي الى تضخم الكبد اللي هو السيتوميجالو فيروس او التوكسوبلازما. الحاجات دي كلها ممكن تؤثر على الجنين في بطن امه وتاثر وتعمل ضعف للسمع. طب الام لو عرفت ان هي عندها مثلا مرض دوت تعمل ايه؟ يعني تتعامل ازاي مع المرض دوت بحيث ما ياثرش على الطفل على الجنين؟ هي المفروض تقي حدوث المرض اساسا، يعني هي الوقايه. طب لو هي ما عرفتش اصلا هي يعني عندها الوقايه، ان احنا يعني في نوعين من الوقايه، ان احنا نمنع حدوث المرض قبل ما يحصل. لو فرضنا انه حصل، نعم قدر الله بقى وحصل، ساعتها بقى احنا مضطرين ان احنا نعالجها بالادويه اللي احنا عارفينها. والطفل ده اول ما ينزل لازم يتعمل له فحوصات عشان نعرف هو تاثر ولا لم يتاثر بهذا المرض اللي اصابه الام. نعم. طيب يا دكتور، حضرتك شايف ان هي مشاكل الناتجه عن ضعف السمع والمفروض ان يبقى في تشخيص مبكر، ولا مفروض ولا ده ولا بنستعجل عن التشخيص المبكر بالذات الاطفال؟ يعني ابسط مشكله عشان تعرفي ايه مشاكل ضعف السمع، احنا كلنا دلوقتي بنستخدم الهواتف المحموله الموبايلات في حياتنا. فلو التليفون قطع وانت بتتكلمي شوفي شعورك بيبقى عامل ازاي. فتخيلي مريض حياته كلها كده كلام بيسمعه مقطع، فتعمل مشاكل نفسيه واجتماعيه. ده بالنسبه للكبار، بتكلم على الكبار الاول. مشاكل في التواصل، ابسط حاجه انا لو ما سمعتكيش دلوقتي مش هرد عليكي. تمام. فبالتالي الطفل لو ما سمعش مش هيتكلم. يعني هو مش هيبقى عنده. طب في علاقه بين الكلام والسمع. تمام. ده علاقه وثيقه. نعم. الطفل اللي ما بيسمعش ما بيتكلمش. تمام. لو مولود وبالتالي بقى عنده مشكله في التحصيل العلمي في كل حاجه، بقى في التواصل وفي التحصيل العلمي والاكاديمي والنمو الذهني بتاعه وقدراته الذهنيه، وده بيعمل انعكاس سلبي على عيلته وعلى المجتمع اللي هو عايش فيه. نعم. يعني بيتحول الى طفل معاق. طب ايه هي كيفيه التشخيص يا دكتور؟ طب بالنسبه للتشخيص المبكر، يعني الام بتعمل ايه عشان لو ما اكتشفت ان ابنها عنده ضعف سمع، او حتى قبل ما جبت السؤال ده معلش، بالنسبه للام لو عندها طفل وعايز تعرف اذا كان اصلا عنده ضعف سمع ولا لا، يعني الطفل طبيعي ولا بيعاني من ضعف السمع؟ تمام. هو ده سؤال جميل جدا، لان احنا عندنا حاجه في ضعف السمع. احنا لو جبنا طفلين، طفل بيسمع طبيعي وطفل عنده مشكله في السمع، وحطيناهم قدامنا مش هتميزي ده من ده، يعني كشكل الطفلين زي بعض، ويبقى في صعوبه جدا ان انت تقدري تحددي ان الولد ده بيسمع ولا لا، لان ممكن يتقال بالبلدي كده ده بيطنش، ده مش واخد باله، ده لسه صغير، فيبقى في صعوبه. بس دايما الامهات، وانا من خلال خبرتي العمليه بقى، دايما الام اللي بتيجي تقول لي ان حاسه ان ابني ما بيسمعش، بنسبه 90% كلامها بيطلع مظبوط. انا بثق في كلامها غير اي حد تاني في العيله، غير الاب برضه. الام بالذات لما تيجي تقول ان شكت ان ابنها ما بيستجبش لصوتها او ما بيستجبش لصوت حواليه، بيبقى فعلا في عنده مشكله. ازاي نشخص؟ زي ما قلت لك في الاول، الاكتشاف المبكر دي نقطه مهمه جدا. المفروض احنا يبقى عندنا برنامج مسح سمعي شامل لكل المواليد، زي ما عندنا في طبع وزاره الصحه برنامج للفحص لنقص هرمون الغده الدرقيه. اي طفل بيتولد عشان ياخد شهاده الميلاد وعشان ياخد دفتر التطعيمات لازم يعمل هذا الفحص، يحلل هرمون الغده الدرقيه عند هذا الطفل. تمام. لاهميه هذا الهرمون. نسبه حدوث ضعف السمع
20 مرة أكتر من نقص هذا الهرمون. ولكن نقص الهرمون في سن مبكرة خطر على حياة الطفل، أنه حياته تستمر أصلا. فعشان كده توجهت المجهودات أن احنا نركز في ده. فالمفروض عالميا، وده موجود في كل دول العالم دلوقتي في أوروبا وفي أمريكا، أن أي طفل بيتولد أمه كان عندها مشكلة ما عندهاش مشكلة، لازم يخضع لعملية فحص سمع شامل. هم بيتبعوا بروتوكول اسمه 1-3-6. يعني ايه 1-3-6؟ يعني عند اول شهر من عمر الطفل لازم يكون خضع للمسح السمعي. عند 3 شهور لو الطفل المسح السمعي ده هو عباره عن اختبار بسيط يفرق لي الاطفال اللي انا شاكك ان عندهم مشكله لاطفال اللي هم ما عندهمش مشكله. عند 3 شهور يتعمل الفحص السمعي التشخيصي. 6 شهور اكون متدخل ومعالج المشكله اللي عند الطفل بقى، سواء كنت عملت له سماعه او عالجته طبيا او ايا كان، على حسب الحاله بتاعه الطفل. طب ممكن يا دكتور يكون في طفلين توأم وحد فيهم عنده ضعف السمع وحد عادي طبيعي؟ ممكن على لو كانوا توائم متماثله صعب، ولكن التوائم غير متماثله ممكن. اه طبعا بيبقى نسبه الحدوث على حسب الظروف اللي تعرضوا لها ايه. طب ازاي اعرف ان الطفل ابني مثلا عنده ضعف سمع ولا هو مثلا بيطنش او بصي، هو في عوامل كده بسيطه وسهله ممكن يعملها الناس كلها بتعملها. الطفل اول ما بيتولد يعني في اول اسابيع او اول شهر بيتخض للصوت العالي، لو خبطت جنبه وسقفت جنبه بيفتح عينيه، يبدا يلف عينيه يبرق، بعد كده يبدا ان هو يبص ناحيه اتجاه الصوت على سن 3 شهور، يبدا يحدد مكان الصوت هو يمينه ولا شماله، بعد كده يبدا يلف راسه ناحيه اتجاه الصوت. او في ممكن نلعب معاهم مثلا نعمل لهم حركه كده مثلا، الاطفال اللي بيمسكوا الالعاب اللي بتعمل اصوات، لو لقيت الطفل بيعمل يمسك لعبه وبيخبط عليها كل ما تعمل صوت يرجع يخبط تاني، فدي علامه ان هو مستجيب للصوت. دي كلها علامات تديكي فكره ان هو بيسمع. يبدا يناغي، يبدا يقول الفاظ على 6 شهور على سن سنه يبدا يتكلم. الحاجات دي كلها طبعا بتساعد الام او تديها فكره هل الولد ده او الطفل ده عنده مشكله ولا لا. طب بالنسبه لطرق الوقايه والعلاج، حضرتك شايف ان المفروض الام او الشخص المريض اللي عنده ضعف السمع يعمل ايه عشان يتقي هذه المشكله؟ اول حاجه لازم نشخص المشكله. يعني الناس اللي عندهم شك او عندهم احساس ان حاسه السمع بتاعتهم تعاني من مشكله، ممكن بمنتهى البساطه يلجاوا الى الطبيب الاستشاري او الاخصائي الانف اذن او السمعيات لفحصه الاول. ممكن تبقى المشكله بسيطه جدا، هنتكلم على الكبار الاول بعد كده هنتطرق للاطفال. نعم تمام. اشهر سبب لضعف السمع زي ما احنا قلنا في السؤال اللي سالته لي في الاول، اللي هو وجود ماده شمعيه بكميه كبيره في الاذن الخارجيه. ده اشهر سبب، ده اشهر سبب. فده لو في مشكله الطبيب هيشخصها مجرد ما يكشف ويتعامل مع هذه المشكله، سواء كان بالغسيل او بالشفط ويحل المشكله. لو ما لقيناش مشكله ممكن يبقى في التهابات في الطبله او ثقب في الطبله او التهابات في الاذن الوسطى، برضه هيتم علاجها سواء كان طبيا او جراحيا على حسب الحاله. ما لقيناش اي حاجه من الحاجات ديت وشكينا في ضعف سمع حسي عصبي او في المستقبل العصبي اللي موجود في الاذن الداخليه، هنبدا نطلب بقى الاختبارات السمعيه. اللي هو الاختبارات بالنغمات النقيه، الاختبار السمع العادي المشهور اللي هو الاعيان بيسمع مجموعه من الاصوات بنغمات معينه على طرادات معينه، وبياخد الطبيب منه رد فعل ويسجل له المنحنى السمعي بتاعه الهوائي ويحدد هل في عنده نسبه ضعف سمع ولا لا. تمام. طب ازاي اتعامل مع الطفل ضعيف السمع؟ يعني الام ازاي تتعامل معاه؟ يعني الشق الثاني بقى ان احنا لازم نشخصه. تمام. الطفل اللي عنده بقى مشكله في السمع مش هيقدر يلبس سماعات ويقول لي انا سامع هنا او سامع هنا. فلازم وجود من طريقه ثانيه اقدر اخد منه استجابه من غير ما اعتمد عليه. فبنعمل مجموعتين من الاختبارات. برضو لازم يتفحص الاول اكلينيكيا، لان اشهر ضعف سمع في الاطفال اللي هم تحت سن 6 سنوات هو التهابات الاذن الوسطى. ده اهم سبب في الاطفال دول. بنسبه يعني بنسبه 90% اي طفل تحت سن 6 سنوات لازم يجيله على الاقل مره التهاب في الاذن الوسطى. طب كلنا يا دكتور بنسمع عن زراعه القوقعه، عايزين نعرف يعني ايه زراعه القوقعه، ويعني وبتتركب من ايه وبتتكون ازاي؟ هو احنا بس قبل ما نوصل لزراعه القوقعه في حلول تانية اكثر سلميه يعني للعلاج. انا بتكلم عن العلاج. طرق العلاجيه، احنا شخصنا خلاص ان الشخص ده سواء كان بالغ او طفل عنده مشكله في السمع. فطرق العلاج اخرها زراعه القوقعه. نعم. هي اكثرها جدلا دلوقتي ولكن هي دي اخرها. في الاول في طرق علاج علاجيه طبيه، لو في التهابات زي دواء مثلا، لو في التهابات، لو في مشاكل في الاذن الخارجيه دي بتعالج عن طريق المعالجه. في طرق علاج جراحيه، احيانا الاطفال او الكبار اللي عندهم التهابات في الاذن الوسطى او ما يقال عليه
باللغه العاميه ارتشاح ورا الطبله او ميه ورا الطبله، ده لو ما جابش نتيجه بالعلاج الدوائي بنضطر نعمل له علاج جراحي، اللي هي عمليه بسيطه بتحط انابيب في طبله الاذن لتصفيه هذه السوائل الموجوده. لو المشكله بقى في الاذن الداخليه، في الاذن الداخليه على حسب درجه هذه المشكله، ضعف سمع متوسط، انت يعني هو في مشكله ان الكبار ممكن يفقدوا لغايه 30% من سمعهم وما يبقاش عنده مشكله على التواصل خالص، ما يجيش يكشف اساسا. يعني اب 30% ده ملوش تاثير عليه؟ هو مش حاسس. ما هو امتى العين يجي لك؟ لما يحس انه في عنده مشكله. لو فقد 10% 15% 20% هو بيتعامل مع الناس، بيروح شغله، بيتكلم الناس، بيتفرج على التلفزيون، ما عندوش اي مشكله. بس دوت ممكن يعمل له مضاعفات بعد كده، يعمل له مضاعفات علاجيه لينا احنا بقى. يعني يجي لي بعد سنتين ثلاثه اربعه يبدا يجي يشتكي ان هو بادئ يحس ان الكلام مش واضح، متاخر جدا. متاخر، فبيجي بقى فتره بس بيتعالج. ده علاجه سهل، بس هو قصدي ان هو ممكن يقعد اب تو يعني لغايه 3 4 سنين على ما يجي لي. تمام، مده طويله. الاطفال 10% ضعف سمع، 10% بس، ممكن تبقى كفيله ان هو ما يتكلمش او يحصل تاخر يعني ما يعني فعال في تطور اللغه بتاعه. نسبه بسيطه مش كبيره. يعني لو نسبه، قصدي اضع يعني اقل نسبه في الاطفال في مرحله اللي هو النمو ده بتبقى مؤثره جدا غير الكبار. نعم، بس فالاطفال لازم بدري نعالجهم على طول. يعني طرق الوقايه بتبقى دوائيا وجراحيا، وفي حاجه وفي بقى المعاناه السمعيه. نعم، اللي هي ما يعرف باسم السماعات. نعم، تمام. وللاسف احنا في مجتمعنا وفي المجتمعات اللي بره برضه، يعني احنا لو جالي مريض قلت له انت محتاج تلبس نظاره، مفيش مشكله خالص. او ابنك محتاج نظاره، هينزل يعمل له نظاره على طول. اما لو قلت له محتاج سماعه، دي فيها مشكله عندك. هنا مشكله اجتماعيه. نعم، يعني الاحساس مازال عندنا. النظره. أيوة، للشخص كان طفل او كبير اللي حاطط سماعه دي عندنا نظره سلبيه، وده كلام مش مظبوط. احنا المفروض دي زي نظاره بالظبط، مفيش فرق. بس لكن احنا استقبلنا الموضوع لغايه دلوقتي لسه برضو الناس تطلب السماعات الصغيره اللي ما تبانش. طبعا دي ما تنفعش لكل الحالات، بس لو وصلنا ان الطفل ده او الشخص ده سواء كان كبير او طفل وعنده ضعف سمع متوسط الشده شديد وعنده قدره من التفسير الكلام، ممكن يستفيد من سماعه طبيه ايا كان شكلها بقى، خلف الاذن او داخل الاذن. فالخطوه الاولانيه ان احنا نعمل له سماعتين طبيتين. وارجع اكرر، سماعتين طبيتين، لان برضه خطا شائع انه يقول لك نعمل سماعه واحده. هو اللي قال سماعتين طبيتين دول مش انا ولا سماعتين الكتب. على كل اذن سماعه، على كل اذن. يعني بس هو انا بشوف سماعه واحده. ما هو ده الخطا الشائع، وانا حبيت اكد ان ده خطا شائع. هو على فكره اللي قال كده الله سبحانه وتعالى، هو ربنا. نعم، خلقنا بودنين مش بودن واحده. تمام، فلحكمه. فلو لازم تلبس سماعتين، هتلبس سماعه واحده بس والضعف في الناحيتين، الجزء اللي ما فيهوش سماعه ده هيبدا يتدهور اكتر. تمام، بس. طب السماعات دي لها انواع ولا هي نوع واحد؟ هي ليها اشكال. انواع غير ماركات تجاريه. في ماركات يعني كتير. اشكال اقصد اشكال يعني. ولكن ليها اشكال. في اشكال خلف الاذن وفي اشكال داخل الاذن. وكان في شكل قديم متعارف عليه اللي هو بيتحط زي الهيد بيس اللي انا بستخدمه، او المايك اللي بتكلمه ده بتحط في جيبي وتطلع بسلك على ودني، وده ما عادش موجود دلوقتي. ده ما عادش. بس استاذن حضرتك دكتور معانا اتصال. السلام عليكم، ام احمد. عليكم السلام، اهلا بيكي، اتفضلي معانا. لو سمحتي، نفس السؤال اللي كان بيطرح الدكتور من شويه اللي هو بتاع ميه ورا الاذن دي، ده انا عندي ايه، عندها 11 سنه. تمام، اللهم صل على محمد. عالجتها ومشيت مع دكاتره كتير اذن وادينا علاج، والاخر عملنا برضو عمليه انابيب. تمام، في التامين الصحي. فودن منهم نشفت والثانيه برضو بتجيب صديد، فالدكتور خلع لها الانبوبه. فالانبوبه اتخلعت منها الحمد لله كويسه، يعني مفيش كده التهابات بسيطه. بس الثانيه دي الصديد شغال على طول، واحيانا بتجيب دم وميه. فكل ما اجي الدكتور يديني مضادات حيويه تنشف وتقعد فتره كده ويرجع لها ثاني، وانا محرص عليها قمه الحرص من الميه والهواء وكده. طب هو انا تعبت والله بصراحه، فمش عارفه اعمل ايه. هل الودن اللي بتجيب صديد ديت يا ام احمد، هل الودن الدكتور قالك ان في ثقب في الطبله موجود؟ ام احمد معانا؟ ايوه معاك، بس مش سامعه الدكتور. بقولك الودن دي الدكتور قالك ان فيها ثقب او فيها خرم في الطبله؟ انفع خرم يعني احتمال بسيط خالص. تمام، هو واضح ان هو حصل عدوى، ودي من ضمن المضاعفات. شكرا ام احمد اتصالك. من ضمن المضاعفات بتاعت عمليات الانابيب بيبقى حصل عدوى في الودن،
والعدوى ديت لم تعالج تنتقل ازاي بقى العدوى دي؟ فممكن لو دخل ميه في ودنها، احنا دايما بنأكد على الام ان لازم الطفل ده ما يخشش ميه، ما يخشش تراب، ما يخش اي حاجه في ودنه، وتيجي تحميه تسد ودانه بقطنه فازلين طبي. معلومه فده مهم جدا، انت فاتحه الطبله على بره، يعني الودن مفتوحه على بره، فلازم تسديها في الاوقات اللي ممكن تبقى حاسه بخطر. فغالبا حصل حاجه من الحاجات ديت وما تعالجتش بصوره مكتمله. يعني احنا برضو عندنا طريقه العلاج المضاد الحيوي بنستخدمه يوم اتنين تلاتة، الصديد وقف بنبطل، وده خطأ شائع، فلازم ياخد الكورس كامل. ايا كان، لو البنت دي موجودة عندها ثقب في الطبلة لغاية دلوقتي كل شوية بيلتهب وبيلتئم، وهي عندها 11 سنة، ممكن على سن 12 13 سنة يتعمل عملية لغلق هذا الثقب عشان نوقف المصدر العدوى اللي بيخش للودن، بس بعد ما يكون الودن نشفت تماما بعلاج مكتمل. طب يا دكتور، كلنا بنسمع عن زراعه القوقعه الالكترونيه، عايزين نعرف عن ايه زراعه القوقعه الالكترونيه، وايه هي مكوناتها، بتكون ازاي الجهاز بتاعها هو اول حاجه زراعه القوقعه هي عباره عن، يعني هي حاسه السمع بتعتبر من الحواس الوحيده اللي استطاع الانسان يعني ان هو يقدر يستعيد عنها بجهاز صناعي. هو عباره عن جهاز صناعي بيزرع في قوقعه الاذن الداخليه للحالات التي تعاني من ضعف سمع ولا يوجد فائده، يعني ما استفادتش من السماعات، يعني ضعف سمع شديد جدا لدرجه ان احنا بنستخدم لها السماعات، اقوى السماعات اللي موجوده، ومش جايبه معاها نتيجه. فمن الحالات دي هي اللي بنعمل لها عمليه زرع قوقعه. زرع قوقعه، لا في حاجات كتير طبعا اقول لك عليها دلوقتي. بس اهم حاجه ان مش اي مريض ضعف سمع ينفع له زرع قوقعه. تمام. يعني لو لو المريض مستجيب بالسماعات الطبيه خلاص. مش محتاجه ان انت تعمل له زرع قوقعه. المريض اللي مش مستجيب، مش جايب اي نتيجه بالسماعات الطبيه، ساعتها بنفكر اخر حل ليه زراعه القوقعه. في موضوع زراعه القوقعه كده سبب برضه، يعني احنا ليه بنقول كده، لان زراعه القوقعه عمليه مكلفه. تاني حاجه هي عمليه. استاذن حضرتك دكتور، معانا اتصال. استاذه مديحه، السلام عليكم. الو، اتفضلي، معاك الدكتور، اتفضلي. اتفضلي استاذه مديحه، اتفضلي. لو سمحت دكتور، اتفضلي. انا كانت في ميه دخلت في ودني من حوالي 5 سنين، وحصل عندي صميم في الاذن، وكشفت اكتر من مره، وقعدت اتعالج مع دكتور الاذن اكتر من دكتور اكتر لفترات طويله، وما زال صميم الاذن مستمر معايا ومقلبني في ودني ومش راضي يبطل نهائي، وابتديت دلوقتي السمع يضعف في الودن اللي فيها الصميم، ما بسمعش فيها. في حل من المشكله دي؟ عملتي مقاس سمع يا فندم؟ لا. لا، هو اول حاجه لازم تعملي مقاس سمع، طالما في طنين في اذن واحده بس، سواء كان دخل فيها ميه او اتخبطتي عليها، لازم تعملي مقاس سمع، وبناء على مقاس السمع ده هنقرر نعمل ايه، لان مش هنقدر نشخص الحاله الا ما نشوف الحاله. اصل الطنين ده جاي من العصب الاذن، فلازم اعمل مقاس سمع اشوف العصب ده اخباره ايه، في مشكله حصلت فيه، في اصابه حصلت فيه ولا لا، وبناء عليه اوصف العلاج. فلازم اول خطوه تعمليها يا فندم انك تعملي مقاس سمع. اي سؤال تاني استاذه مديحه؟ شكرا يا دكتور. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. شكرا يا دكتور. تمام. طب بالنسبه لزراعه الجهاز نفسه بيبقى عباره عن ايه؟ ناس معتقده ان هو حاجه ما تبانش، ولا هو زي السماعه العاديه؟ يعني دي فعلا نقطه مهمه جدا وبنواجهها فعلا في شغلنا. ان المريض اللي ابنه او هو شخصيا عنده مشكله في السمع ولابس سماعات، بيجي يقول لك انا عايز ازرع، لان لفظ الزرع ده بيدي احساس ان حاجه داخليه مش باينه. ولكن القوقعه الالكترونيه دي بتتكون من جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي. طب ايه الفرق يا دكتور بالنسبه لجهاز القوقعه واي جهاز اخر، يعني اي سماعات تانية؟ ده فرق مهم جدا، فرق جوهري. هو ممكن الجزء الخارجي، احنا قلنا بس نكمل الجزء، حتى الجزء الداخلي والخارجي، في جزء داخلي بيتزرع بعمليه. معايا دكتور اسئله كتير جدا وما فاضل 5 دقائق. طب هقول لحضرتك يعني باختصار، هو الجزء الخارجي اللي هو بيتركب ورا الودن ويبقى فيه كونتاكت او فيه جهاز توصيلي ما بينه وبين الجزء الداخلي، يعني خلال الجلد. ده بينقل موجات كهربائيه، هو المعالج الصوتي ده بيبقى فيه ميكروفون بياخد الصوت يستقبله، يحوله لموجات كهربائيه وينقلها الى الجهاز الداخلي. الجهاز الداخلي ده بيستثير العصب السمعي مباشره. السماعه العاديه دي بتبقى ميكروفون بياخد الصوت يكبره
ويمشي الصوت في المجرى الطبيعي، الاذن الخارجيه، الطبله، الاذن الوسطى، ويخش يستثير ما تبقى من الخلايا العصبيه وتثير العصب بعد كده. طب بتعتمد زراعه القوقعه على ايه؟ على ماذا تعتمد؟ هي هو يعني بص حضرتك، كلمه عمليه زراعه قوقعه دي هي مش موجوده، هو اسمه برنامج زراعه قوقعه. برنامج، لانها بتعتمد على كذا واحد، على فريق عمل. نعم. مش دكتور لوحده، بيبقى فيها الجراح. نعم. ويبقى فيها استشاري السمعيات، ويبقى فيها استشاري التخاطب، ويبقى فيها اخصائي نفسي. كل دول مع بعض اركان متعامده على بعض، لازم. نعم. يشتغلوا مع بعض في تناغم مع بعض. اي واحد لوحده يؤدي عمله، يعني عمله يختل، هياثر على النتيجه النهائيه للعمليه. طب يا دكتور، العمليه بتتعمل في مصر ولا خارج مصر؟ بتتعمل في مصر. من وهل هي تكلفتها كبيره؟ من سنه 94 ابتدت تتعمل في مصر، وحاليا في حدود اكثر من 20 مركز على مستوى الجمهوريه. مستشفيات حكوميه ولا خاصه؟ غالبيتها مستشفيات حكوميه. نعم. وفي مستشفى تابع لوزاره الصحه، يعني مستشفى جامعيه. هي ابتدت الاول في مراكز طبعاً في القصر العيني، وفي عين شمس التخصصي، في المستشفى جامعه اسكندريه، ومعظم الجامعات اللي موجود فيها دلوقتي. وفي حاجات تبع وزاره الصحه والتامين الصحي، وفي بعض المستشفى الخاصه فعلا بتشتغل. طب بتستغرق وقت العمليه دي؟ العمليه الجراحيه، الاجراء الجراحي نفسه لو الحاله ما فيش فيها مشاكل، عيوب خلقيه يعني، بتاخد في حدود من ساعتين لثلاث ساعات. طب لها مده صلاحيه محدده ولا مثلا كل يعني اول عمليه اتعملت في مصر كانت من سنه 94، والمريضه الله يرحمها توفت السنه اللي فاتت، كانت ست كبيره يعني، توفت وفاه طبيعيه. نعم. ما غيرناش حاجه، ما عملناش حاجه يعني. طب بعد فترة يعني الجهاز بيقعد من 15 ل 20 سنه، ما يحتاجش ان هو يتغير الا اذا حصل حوادث او اتخبط عليه. طب بعد كده المريض بيعرف بيسمع عادي، ولو طفل بيسمع وبيتكلم عادي ولا بس بياخد تأهيل بعد العمليه؟ بياخد. نعم. تأهيل يعني الطفل الطبيعي. طب عباره تأهيل دي، التأهيل ده عباره عن ايه؟ الطفل الطبيعي اللي ما عندوش مشكله. نعم. بيقعد سنتين عشان يتكلم، فما بالك بقى انت حاطه له جهاز صناعي. فلازم التأهيل ده ينقسم الى شقين، تأهيل سمعي وتأهيل تخاطبي او لفظي. السمعي اللي احنا بنبدا نبرمج الجهاز ده ونبدا نظبطه بطريقه بحيث يبدا الطفل يستجيب ويبدا يتعود يسمع بهذا الجهاز. والتاهيل الثاني تاهيل التخاطبي، ده اللي هو يبدا يعلمه الاحساس بالصوت وتمييز الاصوات وربط الاصوات بمعاني عشان يبدا يتكلم. فالطفل اللي بيعمل عمليه زرع قوقعه ده هو ابتدى المشوار. طيب. يعني بدايه المشوار، العمليه مش نهايه المشوار. طب هو بيعرف يسمع الطفل بعد عمليه القوقعه، بيعرف يسمع عادي زينا ولا بيميز اصوات معينه عن اصوات ثانيه؟ بيبدا بس بياخد وقت على ما يبدا يتعلم يسمع زينا. الوقت ده بيبقى من 6 اشهر لسنه ونص، سنتين. نعم. طب يا دكتور، القوقعه الالكترونيه لها انواع ولا هما عالميا لا يوجد غير 3 شركات، وحاليا في شركه رابعه ابتدت تبقى موجوده. هما 4 شركات، والاربع شركات دول موجودين في مصر، بنشتغل بيهم كلهم في مصر. نعم. بنشكرك يا دكتور جدا، بنشكر مشاهدينا دكتور طارق الدسوقي، استشاري الاتزان والسمع بكليه الطب جامعه بني سويف. بنشكركم مشاهدينا على حسن المشاهده، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا. بشكركم شكرا جزيلا. تحيه طيبه مني داليا السروجي، اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.